عقدت بمختلف محاكم المملكة خلال الفترة الممتدة ما بين 27 من أبريل والخامس والعشرين من شهر شتنبر ما مجموعه 7125 جلسة عن بعد، أدرجت خلالها 126303 قضايا، واستفاد منها 147488 حكموا دون الحاجة إلى نقلهم إلى مقرات المحاكم. ووصف المجلس الأعلى للسلطة القضائية في بلاغ صدر اليوم هذه الأرقام بالحصيلة المتميزة والتي تكرس قيم الانفتاح والتواصل بخصوص مختلف التدابير المتخذة من طرف المجلس للحد من انتشار فيروس كورونا بالمملكة. وأكد المجلس في هذا الصدد استمرار انخراطه في مشروع المحاكمة عن بعد بسائر الدوائر القضائية، وذلك من أجل ضمان استمرار المحاكم في القيام بمهامها الدستورية وتكريس الحق في محاكمة عادلة داخل آجال معقوله.